خليك مشاري الفكرة. تجيلها بكرة الساعة كام؟ من بعد عشرة. من بعد عشرة. يبقى خليكم في ساعتين بكرة ولا ثلاثة؟ لا ثلاثة. لو كنا هبدأ بجيبة ساعتين. ساعتين؟ ما تمام. بس. خليكم في ثلاثة. الساعة عشرة. من بعد عشرة عشرة ولا ايه؟ لا من بعد عشرة من 11. يعني 11. انا اجي نبتدي. هتبتدي والله. الدورة ما تبتدي. خلاص. يعني هي ايه؟ تاجي 12 ها؟ ناجي 12 يا اصل هلعب مثلا ساعتين وحريحك طب بص ساعة الدورة طب بص الساعة 12 بس بصير اكون من فوق ماشي ماشي عشان ايه؟